اهلا بكم مرحبا بكم، من هذا معكم فيديو جديد جديد. الوقت نلعب لعبة شبه هاب مايو في الموبايل دلوقتي، هنلعبها دلوقتي حالا. دلوقتي هنشوف كل الشخصيات. اول شخصية ادم، تاني شخصية اليكس، تالت شخصية بابل اسمها غريب يعني. ودلوقتي احنا هنختار اليكس. نخش الجيم. دلوقتي الجيم الاول لينا. دلوقتي هنلعب الجيم ونشوف اللعبة حلوه ولا وحشة. دلوقتي هنلعبها ونشوف اللعبة حلوه ولا وحشة. شجا أول ما تبدأ اللعبة بيقولك اسم الشركة سيجا. بيقولك عنوان الشركة شنو؟ بيقول لجو إني اذهب. يعني سيجل لو انت ما بتلعب او اي حاجة لازم يهجم على حد تقولهم جو، اللي هما مضربين. مضربين مع السلامة. اطول فيلم كتير، عايز اخلصهم بسرعة. طب بس يخلصهم بسرعة بسرعة بسرعة. الوقت احنا ولا نجو على مين يا ولد؟ مين احنا غيب عنك؟ خليهم غيب عنك. تعالى انت كوبا 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 بس كلمة بقول في حاجة عن نفسك، لأن في البيت دي بقول إنسان المقابة بيعلى تا 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 ماشي بإيده ماشي بإجله ماشي بدون مخيله ماشي. وقت ما بنلعب أقول لحد كد سخنونة خالص سخنونة سعيدة سخنونة. دلوقتي هنكمل الجيم، هنحاول نكملها من غير ما نموت. دلوقتي ألعب يا شباب، بلعب يا خايفة خايفة أي 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 شوف هي دي فكرة أوي خايفة مش عارفة هو دي بضغط منها. طبعا دي كل حاجة الحلقة لعب في الفيديو عشان ما تنسى ليش تعرف حياتك ويكش تبقى لو انت بس قديد يلا.